السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده هنوري لحضراتكم فيديو هو ملاكم اسباني بيرقص على اغنية ديجي ديسكو مغراب، ولكن ولا هتصدق ان هو اسباني وهتحس ان هو جزائري 100%. كمان دليل على الناس اللي بتقول ان البعثات والوفود في الجزائر مش مبسوطة ومش مرتاحة وبيشتكوا ومطلعين حاجات مغلوطة، ودي مش الحقيقة. الناس دي يعني بتعمل التراث والفن بتاع الجزائر، يبقى ازاي مش مبسوطة؟ يعني لما واحد يرقص رقصة العلاوي باحتراف كده وهو اصلا اصله اسباني علشان خاطر هو بيحب الجزائر، يعني فين عدم الحب وفين عدم الارتياح وفين عدم الاقلمة؟ بالعكس الناس كلها متأقلمة وفرحانة جدا جدا جدا، وشعب وجماهير الجزائر مقدرين جميع الوفود من جميع الدول العربية والأوروبية. بالتوفيق يا رب إن شاء الله، ونشوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.